هل رأيت الصوفي عندما لا يستطيع أن يقول بأن توحيد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يعجبه، فيمسحها في محمد بن عبد الوهاب ويقول بأنه ضد توحيد محمد بن عبد الوهاب؟ وكذلك الأشعري يقول لك بأن الوهابية يقولون أن لله يد، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا وليس الوهابية، لكن هو يصور لك أن خلافه مع الوهابية وليس مع الوحي. وعلى هذا النهج أنا أتيتكم بحديث قاله وسيم يوسف وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وسيم يوسف يقول كلمة حق عند سلطان جائر. وسيم يوسف يقول كلمة حق عند سلطان جائر، مسحها في وسيم يوسف حتى يبدو أنه يرد كلام وسيم يوسف وليس كلام النبي. أيوة كمل كمل. يجب أن تذهب إلى السلطان في قصره حتى تحتسب عليه. ووسيم يوسف ضال ومضل ونحن نتفق في هذا. خليك من وسيم يوسف، النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال كلمة حق عند سلطان جائر، عند سلطان جائر وليس عندي، عند وليس عند اليوتيوب. وربنا سبحانه وتعالى قال لموسى وأخيه اذهبا إلى فرعون، اذهبا إلى فرعون، وقال ائتياه وقولا له، له هو وليس لغيره. هل هذا الكلام قاله وسيم يوسف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، وإن لم تستطع فلا تحتسب عليه، يعني اسكت. نعم النبي قال فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. فما قولك أنت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ خليك من وسيم يوسف. يا كذاب يا نصاب، هل يجرؤ أحد أن يذهب لمحمد بن زايد؟ هل أستطيع أنا أن أصل لمحمد بن زايد؟ أنا لا أستطيع أن أصل إليه. ومن كلفك بهذا أصلا؟ بما أنك لا تستطيع أن تصل إليه فأنت بين أمرين، إما أن الله سبحانه لم يكلفك بذلك أو أن الله قد كلفك بما لا يطاق، ثم أنت لا تستطيع أن تذهب للحاكم، روح للشرطة، روح للمحكمة وأنكر هناك وقل لهم حكموا شرع الله والطواغيت. حاول يعني اجتهد اجتهد، لأنني حسب رقمك في الصفحة رأيت أنك مقيم في أمريكا. ثم لاحظوا يا إخوة، هو مشكلته مع الحكام ليست شخصية ولا دنيوية ولا شيء، لا نعاديهم لمصالح شخصية. إذا ما مشكلة معهم؟ يدفعون المليارات لأعداء الأمة ومن أجل أن ينهبوا ثرواتنا. بالي أمور دنيوية. على سيرة الأمور الدنيوية أعطيكم مثال، الجزائر في فترة التسعينات كان فيها هؤلاء القوم، وكان القتل والخراب وانفلات الأمن وأمور الله لا يوريك يعني، والجيش كان يقاتلهم والشرطة والدرك واستعملوا معهم كل الطرق. لكن عندما جاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله وغفر له قال لهم معليش خلوهم أنا أفهمه، قال لهم انزلوا من الجبال وأعطيكم سكن ومنح وأجور ونعملوا مصالحة. فالجماعة نزلت بكل بساطة، علم بأن القوم طلاب دنيا وجابها لهم من الآخر. كما جاء رجل للحسن البصري رحمه الله وقال له ماذا تقول في الخوارج؟ قال له الحسن البصري هم أصحاب دنيا. قال ومن أين قلت أنهم أصحاب دنيا والواحد منهم يمشي بين الرماح حتى تتكسر فيه ويخرج من أهله وولده؟ فقال الحسن البصري رحمه الله حدثني عن السلطان، هل منعك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال إذن ما أراه إلا قد منعك الدنيا فقاتلته عليها. وتذكرون في فيديو إياد قنيبي كيف كان يمدح الدواعش والنصرة وغيرهم من المعاتيه، وعندما وجد متابعين واليوتيوب وباتريون وبايبل تبرأ منهم ببساطة. وصاحبنا هذا صاحب قناة شؤون قطبية كان يناصر داعش ويشوفهم دولة إسلامية وخلافة. الأمر الثاني وهذه نصيحة للجميع، حاولوا أن تقوموا هؤلاء، فإن كانوا كذلك، إن كانوا يعدمون الأشخاص العملاء، فهؤلاء جديرين بأن تقوموهم وأن تقفوا خلفهم وأن تنصحوا لهم وتقولوا لهم طب يلا كملوا هذه الإصلاحات حتى ندعمكم، لأننا عندنا صورة مشوشة عنكم وعن جرائمكم التي نقرأها على الإنترنت وإلى ذلك. فإذا ثبت أن هذه الأشياء كما يقال، يعني أنا أنقل، ليست حقيقية وأنها عبارة عن تشويه للدولة الإسلامية، فسوف نتابعكم ونحاول أن نقومكم. فقط هذا هو ما أردت أن أنوه إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا الحق، وأن يصدر شيئا أو تعقيبا من إخواننا في الدولة الإسلامية حول هذا الأمر، فهم يعني جديرين بأن ينفوا هذا. لكن بعد المتابعات والمال عمل نفسه ضدهم لكي لا يخسر متابعيه، شحاتين لكن مجاهدين. في الفترة هذه تعرفت على شخصية جديدة منهم اسمه، ولا خلينا من اسمه، هذا الشخص وجدته خصص حلقات يتكلم فيها عن هيئة الترفيه، وعندما جاء دور مونديال قطر أصبح في ورطة لأن أتباعه ألزموه أن يتكلم عن قطر، وبصراحة معهم حق، عليه أن يخصص فيديو لقطر كما خصص فيديوهات للسعودية. فهي أيها الأخ الحرقوس اجلد لنا قطر وادخل عليهم بدون رحمة. قطر قبلة العالم في هذا الشهر في الرياضة. أقول لك شيء قبل أبدأ، اشرب شاي وخلك رايق، ولا تقهو، ولا اشرب ماء،
وتجهز للكلام اللي بقوله. دقهو، قل لك اجلدهم تقول لي دقهو، انا لا احب القهوة ومنك انت كرهتها اكثر، ادخل لي في الموضوع. لما صارت المنكرات في السعودية من هيئة الترفيه، ناس من السعودية، واحد من الكتاب في السعودية يدحمي، احط اصبعي في عينك، مناسبة موسم الرياض في هيئة الترفيه، وفي هيئة الترفيه فيها منكرات. طيب هيئة الترفيه في هيئة الترفيه وفي موسم الرياض، في اللي يطلع في الإعلام من هيئة الترفيه تكلمت عن هيئة الترفيه وموسم الرياض في السعودية ما ذكرت إيجابيات. أنا ما تكلمت على الدولة السعودية كاملة. تخيل أن أقسم بالله هذا هو الفيديو المخصص لقطر، المفروض يعني تصدق أو لا تصدق. هو عنده مشكلة، يجي ينطق قطر تطلع معها السعودية، عنده مشكلة تحملوها معليش. يلا يا حرقوس كلمنا عن قطر وانسى موضوع هيئة الترفيه مؤقتا على الأقل. بس في مونديال كأس العالم جو الدعاة والمشايخ مثل ما شفتوا وشفنا وينشرون الخير والإسلام، وستموتون غيظا وكمدا بعد انتهاء المونديال إذا شفتم آثار الدعوة والمسلمين إذا دخلوا في الإسلام. موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. أيوة اضرب يا شيخ ما ترحمهمش، خليهم يشوفوا الانتصارات ويموتون غيظا. ميسي فاز بكأس العالم، يلا يا جمهور الريال. موتوا بغيظكم. المغرب وصل لنصف النهائي، يلا يا بزديرة وقناة النهار. موتوا بغيظكم. وجبنا مغنيين ومغنيات أحسن من هيئة الترفيه. موتوا بغيظكم. أنشر فيديو عن قطر وعندما تدخل تجدني أتكلم فيه عن هيئة الترفيه. موتوا بغيظكم. تكلم عن مواضيع قطر. الآن سوف أحكي لكم قصة وأتمنى أن تنال إعجابك. يحكى يا سادة يا كرام أن هنالك امرأة اسمها أم عبد الرحمن، عندها ابن، أكيد الابن سيكون اسمه عبد الرحمن. ابنها ما شاء الله عليه محب للدين ويريد أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، يستمع للمشايخ والوجوه الطيبة الكريمة، يستمع للمواعظ وقصص الأنبياء ويشوف الردود على الملحدين، ومعجب بالشباب القائم في الرد على الملحدين أمثال إياد غنيبي وشؤون إسلامية وأمثالهم، وهؤلاء لا علاقة لهم بالخروج ولا بالمشاكل، مجرد دعاة وليس علماء. احنا دعاة ما احنا بعلماء، ولا يخوضون في الدماء ولا لهم علاقة بالحكام ولا الأمراء ولا أي شيء، ما نخوض في الدماء. ناس دعاة ما شاء الله عليهم، لكن أحيانا تأخذهم الغيرة على البلد ومجتمع البلد مما يحصل فيه من منكرات. يا أمراء البلد وشيوخ البلد، المجتمع يخرب. فالولد عبد الرحمن يرى أنه حقيقة المجتمع يخرب فيتأسف، فيسمع شيخه يقول وين المشايخ وين العلماء، فيقول صح وين العلماء وين الحكام، لا أحد يدافع عن هذا الدين. فعبد الرحمن يتحمس حبيتين فيزهد في العلماء لأنهم ساكتون ويرى بأنهم ليسوا أهلا للدفاع عن الدين كشيخه البطل هذا، ويكره الحكام لأنهم يروجون للمنكرات. الآن عبد الرحمن أصبح مهيئ لإلقاء الخطاب الأخير وعنده استعداد تام لتقبله. أنت أيها القاعد عن الجهاد، هل تخاف من الموت في سبيل الله؟ الله جل وعلا أوجب عليك القتال. وشيخه عنده صديق مخلص هو من سوف يتولى هذه المهمة التي سوف يقوم بها عبد الرحمن، فيرفع ابن أم عبد الرحمن راية الجهاد ثم تأتيها البشرى. حي الله أم عبد الرحمن، يا مرحبا، أسأل الله أن يحفظكم أنتم أمهاتنا أجمعين ببريد وما حولها وبكل أمهات المجاهدين، أسأل الله يثبتنا وإياكم. هنيئا لك أن هذا البطل يكون إن شاء الله عروسا في جنات النعيم هذه الليلة مع حور حسان مقصورات في الخيام. يبرز الشيخ عبد الرحمن أسنانه ببشاشة وسعادة غامرة ويقول مبارك عليك أم عبد الرحمن، نبشرك بشرى سارة، ابنك مات لكن ما تخافيش، هو الآن عند الحور العين في الخيام. صحيح أخذناه وتطير أشلاء في السماء لكن هو الآن مع الحور الحسان. وبعد أن تتلقى أم عبد الرحمن هذا الخبر السار، سيقول الشيطان لما قضي الأمر ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وأنا براء منكم ومن جماعاتكم ومن هذه الجماعات ولا عمر انتميت لها. بالنسبة لي أنا لم أنضم لداعش أبدا ولم أنضم لأي كيان ولا لفصيل ولا لجماعة بعينها. 3 سنوات عشت مع هؤلاء الأبطال، رأيت منهم عجب العجاب. إلا عدة أشهر 3 سنوات إلا عدة أشهر رأيت منهم غيرة على الدين والمحارم والأرض والعرض. فلا تشخصن الموضوع وتقول أنت فيك وأنت مفسد وأنت سويت بالكذب. حملة مباركة كبيرة واسعة جدا، بل هي أكبر حملة في بلاد الشام لاستنفار الشباب المسلم. إحنا دعاة ما إحنا بعلماء، ما نخوض في الدماء. هل تخاف من الموت في سبيل الله؟ الله جل وعلا أوجب عليك القتال. هذه مخصصة للعلماء، أنا داعية من الدعاة ما أتدخل في الفتوى أبدا. واجب يا إخوة على أهل الشام فرض عين على كل شخص يخرج للجهاد في سبيل الله، ولا نخوض في عقائد الناس سواء حكام أو علماء. يا أمراء البلد وشيوخ البلد، المجتمع يخرب.
ومرجعيتي هم علماء المسلمين الموثوقين في كل مكان، وأولهم علماء السعودية. وين المشايخ؟ وين العلماء؟ العلماء لم يسكتوا، ولكن العلماء يعرفون كيف يتكلمون ومتى يتكلمون ومع من يتكلمون وفي أي جو يتكلمون وبأي أسلوب يتكلمون، يعرفون ذلك. العلماء ليسوا بطائشين حتى يسعدوا المنابر فيسبوا ويشوشوا، ليس هذا أسلوب العلماء. الإمام الجامي رحمه الله وبقية العلماء هؤلاء لا يعرفون شيئا، وهؤلاء الأصاغر حدثاء الأسنان هم من يعرفون، وهم من يغارون على الدين، وهم حماة العقيدة. هو قال وين العلماء صح؟ طيب بعد أن أخذ عبد الرحمن في 60 داهية وين هو؟ بس الدرع الشاب هنا الحلال، ليش ما خليته بعدين؟ قلنا نسويها لك مفاجأة. الله يحفظك. الله يحفظك. استاهل والله أبو خالد. الله يحفظك ما قصر. أفضل فالك الذهبي. احنا وصلنا الى 10 ملايين مشاهدة في قناتنا على اليوتيوب. على وين الانتساب؟ هذا له 3 مستويات. المستوى الاول المستوى البرونزي، اللي يدخل ويشارك معنا في هذا المستوى يوصل مقطع جديد ما هم موجود في اليوتيوب ولا هم موجود في النت. بالنسبة لي انا اكتشفت نفسي اني اعرف اطبخ، وطبخت للشباب طبخة وجربت عليهم اليوم. مشغول بالدرع الفضي وبالأموال وبالانتساب للقناة وجلب الأموال، ولا لا علاقة بهؤلاء. ما احنا بعلماء ولا لنا في الفتوى. خذ لك قهوة وشوكولاتة وتعلم مني الطبخ. وإيه تقنيبي يقول أنا كنت أنزع فتيل الفتنة، وشؤون إسلامية مقيم في أمريكا ويقول لك روح للحكام جاهدهم، وعندما يأمنون ويعودون لتثبيت أرجلهم يعود لعمله شيئا فشيئا، ويستغلون أمور تحرك العواطف لعله يصيد له عبد الرحمن آخر. ثم أمثال عبد الرحمن هؤلاء في البداية يراك تحذر من هؤلاء القوم، فيقول لك لم يسلم منكم هؤلاء الدعاة المساكين، ويقول لك ما تركتم أحدا. يا ابني نحن إذا لم نترك أحدا لن يترك منكم أحدا.